السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما في قناة تجربتي الجميلة. اليوم نقدم لكم رفيسة بمناسبة الحوادث أو السنة الفلاحية أو النير الفلاحي أو رأس السنة الأمازيغية. اليوم نقدم لكم نهنئكم بهذه السنة. الوالدة ديالي سيارة تهنئكم بهذه السنة هذه. مبروك عليكم العواشر، كنقول لكم مبروك العواشر ومبروك السنة الفلاحية، تدخل عليكم بالصحة والسلامة نتوما ووليداتكم وجميع الأسرة إن شاء الله. دابا يا ماما غنقدموا اليوم رفيسة اللي كنديروا حنايا كل عام كنديروا في هذه الوقيتة، كنديروا رفيسة كنقولوا حنا النير، ضروري رفيسة كنديروها في هذه الليلة. الاحتفال هي المناسبة كتكون نص ديال الليالي، ديالي كتكون فيها 40 يوم، هذيك ديالي الكبيره كتكون فيها 40 يوم، النص ديالها 20 يوم ديالها كنديروا في ليلتها، ليله 20 يوم كنديروا رفيسه. ان شاء الله لا بغيتوا نجلسوا شي نهار مع بعضياتنا ونتعرفوا على المنزلات، كاع المنزلات ديال هاد السنه الفلاحيه. ان شاء الله نقولوا حنا النازل، يعني النازل ان شاء الله نديروا فيديو على اللي بغاها يقولها. العام الفلاحي كنقولوا ليه. يلا بسم الله على بركه القدامى، القدامى جدودنا القدامى خلاو لينا، بسم الله على بركه. الا كاين عندنا الدجاجه، الدجاجه حنا دايرينها اليوم كرواسيه، واللي كلهم مستطاع ديالو، كان عنده مستطاع ديالو البلديه الروميه اللي هي عبيضه اللي بغاها. المهم دجاجه كرواسيه حنا دايرين هنا، والملحه على حسب الذوق، وكاين المساخن هذا راه هو الراس ديال هاد الرفيسه، ما كانش مسخره ما كانتش رفيسه. وكاين اللي التوابل اللي كنبغيو، كندير معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه صغيره ديال هادي هنا جوج معالق ديال هذا، لان الرفيسه كتبغي شويه الحراره ديال زايده البزار. وهذا مربع ديال الزعفران، وهذه مربعه ديال السمن، وعندنا سكنجبير وخرقوم تما جوج معالق. لا هذا جوج معالق، هذه معلقه. وعندنا قطره ديال المعدنوس والثومه ومعلقه ديال السمن، وعندنا واحد الكاس ما نعامش تاع زيت البلديه. الزيت البلديه ديال هذا العام راه زوينه جديده، باقا جديده ديال معصره، يلاه معصره. وعندنا بطبيعه الحال بطبيعه الحال العدس خير الله، والحلبه هي خير الله، لان يعني الحلبه يقول لك لا كتخنز، الحلبه راه صحيه. والحلبه هي الرفيسه اصلا، كتقول لكم لاله بهجه. الحلبه لما كلتوهاش في الرفيسه راه ما كلتو والو. والبصله هذه غير شويه ديال الخضاريه، غنديروا الخضاريه حزين الوقت، غنديروا شويه باش نقليو، ونخليو شي حاجه نرميوها حتى لخاصة طيب الدجاجه. هذا هما المقادير، يلا سمعوا معايا ان شاء الله، غنبداو نصبوا فيها ان شاء الله. غنبدا صافي نابسي مع بركه الله. بسم الله، غنديروا الدجاجه ديالتنا كوازيه راه كتشد الطياب، ونديروا عليها اللقامه اللي كنا ذكرنا. ها هما هي كاع اللقامه ذكرنا لكم، غنديروهم ان شاء الله، ما غاديش نحتاجوا لا نقلي ولا والو، شي ساهل ماهل. ديروا الملحه، هي الرفيسه راه ما واعراش، لا تبعتوا الطريقه اللي كديرها ماما بصح واعره كاع. عاد ان شاء الله عاد ديروا داك الشيء في هاد الليله، فرحوا وليداتكم بهاد الرفيسه. غنديروا هاد المربعه وهاد المربعه ديال الزعفران، واللي بغى يدير ديك هذيك ديال الباكيه يديرها. والمساخن ضروري مساخن، غنديروا معلقه دوكا ومعلقه منين بغيو نسقيو، باش نتبقى البنات تاع المساخن، لان البردك عافي البردك. واش سميتها مساخن؟ باش كيسخنوا في هذا البرد، يعني باش يسخنوا في هذا البرد. وغنديروا زيت الزيتون، ها هو كاس ديال زيت الزيتون، كاس ما عامرش، حيت غادي ان شاء الله نديروا السمن ونديروا، يعني كاين الليدان، كاين الليدان وهي تجا كطلق الليدان. كنديروا هاد البصيله هادي اللي غنديروها شويه دوكايا، ما غاديش بزاف، غير مازال غادي نديروا نزيدوا البصله نرميوها مع العدس والعدس دوكايا، والحلبه ما غاديش نرميهم دوكا لان الدجاجه كتهز الطياب. ودوكا غادي نرميو هاد الكنزه داكشي ديالها داكشي ديالها غنرميهم، وغادي نمشي نديروا لهم الماء الغليان، الماء الغليان تنغطيو هاد الدجاجه ونسدوا عليها الطيب. بسم الله، غنديروا الماء الغليان، كنديروا واحد تنغطيوه، غطيو داك الدجاجه كامله، وعاد نديروها في الماء ونخليوها كطيب. وما درناش المعدنوس، ما درناش الثومه، ما درناش الحلبه، ما درناش العدس، هادو خليهم حتى طيب لنا، حتى تدخل لنا يعني تولي شويه ما طيباش ما خضراش، هذا نرميو داكشي وتكمل معاها، كملوا معاها الدجاجه طياب. وبالنسبه للمسمن راه طيبينه بالنهار، دايرينه في الفريكو باش نسهلوا علينا
سهلوا علينا الرخيصه، ديروها بنيتي وسهلوا لكم الرخيصه. بعد ما صافي درنا واحد نص ساعه وحلينا عليه، شلنا شويه دقلت شويه، غادي نزيدوا الماء الغليان باش نعاودوا نغطيوها بالماء الغليان. الماء اللي غادي يكفينا قبل ما نسقيو يعني نسمن. صافي هذه هي المرحله الاخرى. المرحله الاخرى صافي صافي المرحله الاخرى كنديروا بهذا الماء تيغطي لنا الدجاجه ان شاء الله. يلا سيري سير. كنديروا هذا ونديروا هذا الخبطه ديال الربيع وكركوبه ديال غادي نحيدنا هاد الشعيرات وغسلناها مزيان وغسلنا من الاتربه وغنديروه. نوريكم حنا الطريقه البلديه يعني تقدروا ديروها. غنديروا الحلبه بعد ما رطبناها بالماء الغليان، رطبناها واحد ساعه ولا ساعه ونص وهي مرطبه على صفيناها باش ما تحيد منها داك الجد ديالها، وهي كتعطي الرفيسه البانه زوينه هاد الحلبه. دابا غادي تطيب مع سميتو وغنديروا العدس حتى هو نبه وحده حيت كنشوفوا شي وحده كيطيبوا هذه ولكن ما كتجيش ديك الرفيسه بحال المحمر هذيك ماشي رفيسه. ماما العدس تورطه حتى هو مرطاب، حتى هو ساعه ونص هو مرطاب بالماء الغليان. انا كتعجبني هذيك وحده كطيب بوحدها ما كيعجبنيش. وغندير هاد المعلقه ديال السمن ها هي غنديرها تطيب معاها، وملي غادي تطيب ان شاء الله نريحو ضروري غنزيد شويه السمن. صافي حنا كنقطعوا في البصله باش نزيدوها في الدار كنديروها بالورق ديال الاخضر كتجي زوينه هاد الموسميه وهاد الوقت. ها دوكايا كدير في الفيسه كتجي زوينه صغلوها فيها فيتامينات زوينه من داك الشيء. كنديرها بالاخضر ديالها غنرموها حتى هيايا باش تطلق لنا واحد البنه زوينه في. صافي نخليكم معايا نديرو التقديم ان شاء الله. بسم الله هو درنا فورناه ضروري خصو يتفور، درناها قبل درناها في الفريكو باش كتسهل الناس تجينا ساهله. ودابا غنكون نوريكم واحد الطريقه ديال التسقيه زوينه باش كلشي مسمن يوصلوا البلول يوصلوا للذه والسمن. اش كندير؟ كندير معلقه تاع السمن هنا في هاد الجبان في هاد الزلافه وكندير عليها البلول. ها هو كندير عليها مرق الدجاج اللي طيبت بحال هكا كندير بحال هكا مثلا نوريك بحال هكا هي. وكندوب هاد السمن مزيان هنا في هاد الزلافه تاع كندير مرة كندير البلول لتحت في الشغل الاول، مرة كندير هاد الطريقة. هاد الطريقة هي زوينة وغندوب فيها السمن باش السمن يجينا في كلشي في هاد المراق. ها هي الدجاجة هي طابت مع المرق ها هو وبننا وقينا هو هذاك بنين زوين ما ناقصو حتى حاجة. وغادي نبنى البيض بالتزيين ان شاء الله. هادي الفيسة ديالنا ديال راس العام الفلاحي بسيطة جدا. بعد ما دوبنا ديك المعلقة في هاد البزلافة غنديروها على الطريقة كنديروها من ايام زمان. هاد الطريقة كنديرو بها بحال هكايا هكا هي الاولى وكنبداو نريحو بحال هكا نخلطو نخلطو السمن من تحت يعني من الشيش من تحت ديال الفوق باش كلشي ديك المراق وديك السمن كيوصل هكا. الطريقة كنديروها من دوك من ايام زمان. شوف كيفاش كتولي كيوصل كلشي من تحت للفوق. غير كنحسو بانها كاع وصل هذيك النزله وصلت بالشيش غادي عاد نصوم ان شاء الله هذاك الشيء نقادي ندريسيو. بعد ما نصمنا هذاك السمن غادي نصوبو بحال هكا بيدينا ما ندكوهاش باش يدخل لينا يعني المرق ما بين السمن. ندكوها ما والو تخليوها البلاصه ديال الدجاجه ديالنا الوسط طريقه. وهاد الجناب كنرفعوهم شويه باش تسيب الناس من ياكل هاكا الطريقة. صافي غادي نسك ان شاء الله. بسم الله بسم الله. هذا هو الطريقة ديال البادية حلو في البادية ان شاء الله. الحمد لله على السنة في الحياة جات زوينة بشتات هاد الليالي. حيت
فيها القمح كتبغي المراق والبصله الخضراء. بالنسبه للفيس بالنسبه للمسمن ما مريناش لكم الطريقه ديالو، ولكن طريقه عاديه سهله. عيش حنايا كنديروه بالقمح، ما نخليوش العرق الدقيق الابيض هو اللي كاين، كنبغيو تكون بلديه، في البلديه خصها تكون بالقمح. زو الدجاج ديالنا دايره كوتسي زو، ما كنبغيش نديرو الكوفرها في الفيس، ما خصهاش تكوفر كتبقى هكا على المنظر ديالها. نحطو هاد القبيطة كاين اللي كيبغيها، نحطو هاد القبيطة نيت حلاو ديال الدجاجة، القبيطة تاع الربيع ما كنبغيش نديروها. وهاد التومة كنسقيو مزيان، وغادي نعقبو لكم نوريكم كيفاش ان شاء الله التقديم النهائي ان شاء الله. البنات هذا هو الطبق الشكل ديالو النهائي، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا امي على هذه الوصفه اللي جات زوينه، يعني مبروك عليكم هذه العواشر. لا شكرا على واجب، وهذا التويمه هي حطيتها هنايا العلام فيما بغيتي تحطوها حطوها، يعني بالنسبه للديكور كما بغيتوا، ولكن هذا الاصلي الديكور الاصلي. ان شاء الله يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، كنتمنى انه تبارطاجوها مع الاصدقاء، وتنساوش تكتبوا اللايكات والكومونتير. وعواشركم مبروكه، ودمتم سالمين في الفيديو القادم ان شاء الله. كل عام انتم بخير، كل عام والفيسه بخير ان شاء الله. السلام عليكم.